بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نتكلم عن السناب والجريب، وكمان هنتكلم عن حاجة اللي هو السيلكت اوبجكت. السناب اند جريب دوت انا بجيبه منين؟ انا عندي اما اجيبه من التولز، وبعد كده التولز ادوس على تولز، وبعدين من عند التولز هنا اهو. طبعا لازم اتاكد ان المنيو بار عندي هنا هو باين. لو هو مش موجود طبعا زي ما اتعلمنا انا هقول له هايد منيو. لو هو مش موجود اجي عند الاكسس كويك بار هنا، ومن عند السامن اروح دايس واقول له ايه شو منيو بار، فبيجي لي هنا التولز. هدوس على التولز، ومن عند التولز اقول له درافتنج اند سيتنج، هيجي لي هنا درافتنج اند سيتنج. هلاقي عندي هنا ايه سناب اند جريد ده، او ممكن اجيبها بطريقه تانية ان انا عندي تحت هنا في الستاتو بارز هنا عندي اللي هو السناب مود. السناب مود هنا بيبقى فيه عندي سهم كده اروح دايس عليه، واروح دايس على سناب سيتنج يجيب لي الدرافتنج سيتنج. في عندي هنا هو اللي هو السناب اند جريد مقسم الى ايه عناوين، عندي السناب وعندي الجريد وعندي البولر وعندي الجريد سبيسنج وعندي اللي هو سناب تايب وعندي جريد باي هايفر. احنا لو جينا عند الجريد هنا اهو هنلاقي ايه، خلينا في الجريد الاول هنلاقي ايه. خلي بالك هنا بيقول لي جريد ستايل، تمام. الجريد ستايل ده ديسبلاي دوتد جريد ان، يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ممكن الجريد بتاعي يا اما يكون خطوط طول وعرض فيرتيكال اوريزونتال، يا اما يكون دوتد، يا اما يكون ايه دوتد. يبقى انا لما عندي جريد هنا اهو ورحت دايس على التو موديل سبيس وقلت له اوكي، هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي دوتد. يبقى اذا ان الديسبلاي دوتد ده بيظهر لما اعمل ساين او تشيك ساين على تو موديل سبيس. لما اشيلها تاني بيرجع تاني زي ما هي. لما ارجع تاني اهو كده اهو البلوك اديتور اللي هو ازاي لما بتيجي بتستخدم الجريد في البلوك، وهنا في الشيت اند لاي اوت لما انت بتكون عايز تشتغل في الشيت او اللاي اوت. يعني انا لو جيت هنا في اللاي اوت هبص الاقي اللاي اوت ايه ده اهو، بص هنا اهو شغال ولا لا، مش بيشتغل. لو جيت وقلت له تولز، وبعدين جيت عند الدريفتنج اند سيتنج، وبعدين جيت قلت له تو موديلز سبيس تمام او شيت، وخلي ده كده هقول له ايه اوكي، هيروح جايب لي الحاجه موجوده كايه اللي هو الجريد بتاعي. احنا خلينا هنا اهو في الموديل بتاعنا، وبعدين هرجع تاني للستاب سيتنج. من الستاب سيتنج هرجع تاني التو موديل، قلنا لما بنعمل ساين تو موديل بيظهر لي الايه الدوتد بتاعي. طيب تمام قوي. الجريد سبيسنج هنا بقى، الجريد سبيسنج بيقول لي ايه؟ بيقول لي جريد اكس سبيسنج نص واحدة 0.5 يونت. الارقام دي بتعبر مش بالمتر ولا السنتيمتر ولا المليمتر، دي بتعبر عن وحدة. بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن وحدة. يعني انا لو قلت واحد يبقى واحد، يبقى وحدة واحدة. قلت عشرة كتبت عشرة يبقى عشر وحدات. انا ما بقولش عشرة ولا متر ولا خمسة متر ولا خمسة سنتي ولا بتاع. انا بقول دي عبارة عن وحدات، فبرجع تاني اقول له 0.5 تمام. يبقى اذا الاكس سبيسنج والواي سبيسنج المسافه كام؟ الديستانس عندي كام؟ 0.5 تمام؟ 0.5 بحيث ان انا لما اقول له اوكي ولما اجي اعمل لاين كده وبعد كده هقول له من هنا لغايه هنا هلاقيها كام؟ هلاقيها 2.5. يعني الديستانس عندي هنا كام؟ 2.5. يعني لو عملت فروم بوينت تو بوينت هلاقيها ايه؟ 2.5. 2.5 يبقى يقصد اللي هو 0.5 الاكس سبيسنج اللي هي المسافه ما بين المربع وبعضه. ما بين ايه؟ المربع وبعضه. يعني انا هاجي هنا اهو اهو من هنا لغايه هنا دي ايه؟ ال 0.5. والواي نفس الحكايه برضه تمام؟ نرجع تاني هاجي هنا اهو واروح اقول له ستيب سيتنج، يبقى عرفنا الاكس سبيسنج والواي سبيسنج اللي هم المسافه بتاعت السكوير بتاعي. الميجر لاين افري
خمسة يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها عدد function، هقول function في التسعة، يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها اللي هي هو بيقول لي خمسة، يعني انا لو جيت له قلت له tools، قلت له drafting setting، هنا بيقول لي ايه؟ measure line every خمسة، يعني عدد الصفوف والأعمدة خمسة. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهنا برضو نفس الحكاية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى هنا خمسة وهنا إيه؟ خمسة، ماشي. وأنا ممكن أزود وممكن أنقص زي ما أنا عايز، بحيث إن أنا أجي هنا أقول له لا خليهم لي كام؟ خليهم لي عشر، تمام. وبعدين أقول له أوكي، راح أعملهم لي كام؟ أعملهم لي عشر. برجع تاني، لا انا خليهم خمسة. طيب تمام كده. الجريد هلو في عندي حاجة اسمها نيجي عند السناب. السناب دوت انا لما اجي اشغله قلت له اونت كده اهو، هقول له اوكي، هبص الاقي ايه؟ بيقفز السناب، اللي هو ايه؟ السناب يعني بيخلي الكرسر ينط لوحده، يخلي ايه؟ ينط لوحده اهو، بص اهو ينط لوحده. كل كام؟ كل خمسة، ماشي. افرض انا عايز اخليه ده كله ايه؟ يعني بدل بخمسة هخليه كله واحد، ماشي. لو انا عملت كليك على الواي هيعمل زيها، ليه؟ لان انا بقول انا معلم هنا ايه؟ ايكوال اكس اند واي سبيسنج، يعني لما تخليني الاكس بواحد يبقى الواي زيها. لو انا شلت ده وعملت كده قلت له اتنين وعملت كده مش هيعمل، هيفضل واحد. ليه؟ لان انا عامل انشك ايه هنا اهو، يبقى انا لازم اعمل كده اهو، مش هتبص ليه، راح ارجع تاني اتنين. برجع تاني اقول له 0.5 وده 0.5، تمام اهو. حتى انا لو عملت كده اهو اهو عشان الايرور هقول له 0.5، نفس الحكايه، تمام. طيب انا لو جيت هنا خليته واحد بحيث ان هو يقفز كل واحد واحده، ماشي، وقلت له اوكي، بص بقى اللي هيحصل اهو، اهو راح نطت ايه؟ كل واحد كل واحد اهو، بص اهو، تمام؟ خلاص، يبقى كده عرفنا السناب وعرفنا الجريد الجريد. طيب، نيجي بعد كده ايه؟ نيجي بعد كده حته مهمه قوي اللي هي السناب تايب. السناب تايب انا شغال على ايه؟ على ريكتانجل. يعني لما يعلم، انا عايز اقول لك على حاجه، لما يكون انت عندك دايره ماشي وبتعلم عليها لا يمكن تعلم على التانية، ماشي، غير كده. يعني انا هنا اهو عندي مستطيل، عندي سكوير، السكوير ده طالما في سكوير وبعمل له انشيك ممكن اعلم زي ما انا عايز، ممكن ايه؟ اعلم زي ما انا عايز واطفي زي ما انا عايز. لكن لما تكون دايره يبقى فيها تشويز، فيها تشوز، فيها اختيار، يا تاخد ده يا تاخد ده، لكن ما ينفعش اعلم على الاثنين، ده للعلم عشان تبقى انت عارف. يبقى انا عايز اخليها ريكتانجلر، خلاص هروح اعملها ايه؟ هعملها فوق ايه؟ ريكتانجلر. هعملها فوق كام؟ ريكتانجلر. طب والايزومتريك؟ الايزومتريك ده انا بستخدمه لما اكون عايز ارسم ايزومتريك، لما اكون عايز ارسم ايه؟ ايزومتريك. برجع تاني للريكتانجلر. البولر، البولر ده انا بستخدمه لما اكون عايز استخدم ارسم كبولر في وجود السناب بس من غير ما اسناب. بمعنى اخر ان انا لو جيت قلت له هنا وعملت على البولر هنا اهو، ايه اللي حصل؟ عندي السناب اكس والسناب واي ايه؟ حصل لهم ايه؟ انكتف، حصل لهم ايه؟ انكتف. لما ارجع تاني كده واقول له جريد وخليه لي ريكتانجلر وبعدين قلت له اوكي، هيرجع تاني زي ما كان. لما ارجع تاني للسناب ده وبعدين اجي اشغله 2 دي موديل، هعلم على 2 دي موديل، تمام، واحاول اوكي. بص اللي هيحصل، الخطوط الميجر والمينور اللي احنا قلنا عليها هتتحول لدوتت، هتتحول لايه؟ لدوتت. ايه اللي عرفت بكده؟ بص هنا فوق بيقول لي جريد ستايل ديسبلاي دوتت جريد ان، يعني خلي الجريد بتاعك في 2 موديل سبيس اللي انا بشتغل بيه. هروح اقول له اوكي، راح اعمله لي ايه؟ هعمله لي دوتت. ارجع تاني، تمام، لو انا شلت ده يبقى هو مش هيجيب لي ايه؟ مش هيجيب لي دوتت، يبقى هيرجعه لي للديفولت بتاعه بتاع البرنامج.
تمام. ونفس الحكايه برضو ان انا اخلي الدوتت في البلوك والدوتت في الايه في الشيت اوت. طيب الجريد بايفر دوت ده مهم قوي. انت لو تلاحظ ان هو في الـ في الـ في الجريد بايفر هنا اهو في ديسبلاي جريد بياند ليميتس، يعني بيخلي لك الجريد بتاعك خارج الليميت بتاعك، خارج حدود الرسم بتاعتك، يعني بيديك مساحات في الليميت بره حدود الرسم. لو انا شلت جي شوف ايه اللي هيحصل للجريد اهو، وجيت قلت له زوم قول اهو، بص ايه اللي حصل. الجريد ايه حط على حسب ايه الليميت بتاعك تمام. لكن لما ارجع تاني هقول له هنا اهو، واروح جاي كده اقول له ستيب سيتنج، واروح جاي اقول له ايه ديسبلاي جريد بياند ليميت، واقول له اوكي هيروح واخده لي في الليميت بتاعي. لما نرجع تاني في الجريد، احنا قلنا الجريد اتكلمنا على السناب. انا لما اجي علشان عايز اطفي السناب بتاعي، يا اما ادوس اف 9 خلاص هروح اقول كنسل، وبعد كده هروح اقول له ايه اف 9. لما اقول له اف 9 خلاص اصبح ده حر. لما اجي اعمل لاين اهو كده واروح ديسك اهو، هبص الاقي ايه مش بيرقط صح ولا لا. لكن لما اجي اقول له فانكشن، لما اجي اقول له اف 9 بص اهو بقى ايه يقفز. يبقى انا ممكن من اف 9 اعمل اون واوف السناب. نفس الحكايه في الجريد، لما اجي في الجريد وهاجي هنا اهو واقول له سناب سيتنج، وبعد كده هاجي عند اهو الجريد اون بيبقى ايه اف 7، يبقى انا ممكن اطفي الجريد اون وايه وابينه. انا لو جيت قلت له 2 جي موديل قلت له اوكي جاب لي الدوتس ماشي اهو بقى ظاهر عندي الايه الجريد مظبوط ولا لا. لما اجي ارجع تاني وقلت له هقول له اف 7 بلاش من هنا، هقول له اف، فهدوس على اف 7 هتبص الاقي ايه اختفى. يبقى يا اما ادوس اف 7 للجريد اون واوف، يا اما ادوس اف 9 للسناب اون واوف، يا اما اشغل الاثنين تمام. في حاجه برضو انا كنت عايز اقولها و يعني كانوا بيستعملوها الزناب، هقول له جريد مثلا بلاش ايه. لو انت عايز تستخدم الكتاب اللي عايز تستخدمه جريد في اون اوف عندي الجريد اهو صح ولا لا، فانا لما اجي اقول له خليه لي اوف بلاش اف 7 واقول له اوكي راح ايه مختفي. لما ارجع تاني واقول له اون راح ايه جايبه لي ايه باينه لي. طيب وكل الاوامر اللي تحت جي الميجر والسبيسنج والليمت والفولو والاسبكت هي اللي ايه، يعني انا حتى لو جيت له قلت له ميجر اهو قال لي الميجر، فاكرين لما قلت الميجر كل 5 خلي كل 10، لو عملت انا 10 هيروح محطوطه لي ايه في الايه في الجيالوج بوكس هيروح عامله لي 10. ده كان بيستخدموه زمان لان احنا كنا بنستخدم السناب والكريد ككتابة في الفيرجنات القديمة والإصدارات القديمة. نرجع تاني للتول بارز للدرافتنج سيتنج. يبقى احنا اتكلمنا عن السناب سبيسنج وقلنا الايكوال اكس واي، ده انا لما اعلم عليه لما اكتب اي رقم هنا لازم اوتوماتيك يجي عند الواي. لو شلت جي يبقى انا ممكن اخلي ده واحد وده نص زي ما انا عايز. اتكلمنا على الجريد اون واتكلمنا على الجريد سبيسنج والميجر، قلنا المسافه ما بين الميجر وبعضها. في بقى ايه؟ في بقى اللي هو allow specification below grid spacing، ده اللي هو ايه؟ انا لما اجي اعمل كده ماشي وجيت رحت معلم على allow specification below grid spacing قلت له اوكي هو اداني دوت صح ولا لا؟ لما اجي اعمل زوم اوت خليها من هنا احسن من الفيو، وقلت له زوم اوت اهو زوم اوت خلاص، هبص الاقي كل ما اعمل زوم ان كل ما اعمل زوم اوت كل ما الدنسيتي بتاعت الدوت تزيد
يعني هي ما بتفرخش اهي ادي زوم ان عمال الدنسيتي بتاعي كثافه بتاعت النقط بتزيد ايه بتزيد. لكن لو رجعت تاني كده اهو ورحت قلت له سناب سيتنج عند الجريد هنا ورحت شايل جي وقلت له اوكي تمام وجيت رحت ايه مكبر اهو ايه اللي حصل اهو بقى ايه ما حصلش يعني الدوت ما بيتكثفش ما بيحصلوش زياده انكريز في الدنسيتي بتاع الايه بتاع الدوت تمام كده احنا خلصنا تقريبا الايه السناب والجريد. وانا في حاجه انا كنت عايز اقولها اللي هي لما اجي انا ورجعت تاني قلت له سناب اند جريد وشلت دي تمام ورحت قلت له اوكي وجيت عملت قلت له لاين السناب هنا اهو بص اقدر ارسم لاينز انا عايز اهو بيقفز في النقط اللي انا ايه عايزها وممكن باي زاويه هيروح لاقط رغم ان انا عامل ايه مش عامل اكس واي مش فيرتيكال اوريجينال هيقفز على اقرب نقطه هنا اهو اهي اقرب نقطه هنا اهو اهي بص بص اهو اهو بعدين يجي هنا وبعدين يجي هنا وبعدين يجي هنا الله ده بيقفز كل كام كل 1 ليه دي كل 1 اهو بص اهو جيت هنا اهو اهو جيت هنا اهو 2 اهو هيروح ايه كل كام لو انا جيت هنا ورحت قلت له سناب سناب سيتنج هبص الاقي ليه ليه بيقفز كل واحد وحده لان انا عامل سناب اكس ايه كل واحد لو انا كده قلت له كل نص قلت له اوكي وجيت عملت لاين هنا اهو اهو بص بقى اهو بيقفز كل كام كل نص اهو اهو تمام جيت عملت كده اهو كل نص رغم ان هو مايل بزاويه اهو كل نص كل نص تمام يبقى احنا كده خلصنا الايه السناب انجريد في فاضل عندي الارسو الارسو عشان ناخده مع السناب والجريد اللي هو لما اجي انا اعمل لاين وبعد كده جيت رحت عامل لاين كده اهو ايا كان ممكن احرك زي ما انا عايز باي زاويه انا عايزها ممكن فيرتيكال وممكن ايه هوريزونتال صح ادي ممكن الفيرتيكال كده اهو لكن لو انا عايز ارسم بس اكس واي بس ما ارسمش زاويه هروح اقول له ايه؟ هقول له ارسو اون اوف ارسو اون اوف اجيبها منين؟ اجيبها من هنا هاجي هنا اهو هلاقي في ايه؟ عندي ارسو مود اف 8 هروح دايس عليها كده بعدين اجي اقول له لاين هعمل كده اهو هبص لها ايه؟ جابها لي ايه؟ اون واوف بس يعني جابها لي فيرتيكال وايه بيظبط لي الايه القرص بتاعي عشان يجيبها لي مظبوط اهو تمام اهو اهو كده اهو تمام اجي القرص اون اوف افتح واقف القرص اون اوف منين من هنا اهو اروح دايس كده اهو يروح ايه يقول له لاين يروح ايه مشغل لي القرص ايه اون اجي تاني واروح دايس على جي عشان هي حتى لونها بقى اسود وبعدين اجي اقول له لاين هبص لايه ارسم زوايا زي ما انا عايز اهو ده القرص اون واوف كده احنا خدنا السناب وخدنا الجريد وخدنا القرص مود ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن ازاي بنعمل اختيار العناصر وازاي بنعمل سيلكت اوبجكت للعناصر.